والله باركين بامان الله، ما شفنا الا الصواريخ نزلوا، اول صاروخ نزل في المعره والثاني والثالث. حد علمنا قام نزل هون ببيت جيراننا، تم استشهاد مره وفي حالات يعني اصابات اطفال صغار كانوا كلهم عم يلعبوا بالشوارع. بامان الله ما شفنا وحسينا الا ضربنا صواريخ، من وين اجونا ما بنعرف، بس على الاغلب من ابو ظهور ومن ابو دالي. يعني انه اولاد ايش عملت له هدول ارهابيين يا بشار، الله لا يوفقك. احنا هون باركين في البيت، يعني مدنيين قارين غافلين، ما شفنا الا اجى الصاروخ وانحرقت دار جيراننا كان بالكامل وتصاب عنا اثنين. الله ينتقم من كل ظالم شر انتقام بجاه اسمه العظيم، وهي الصواريخ اللي اسبونا فيها الكفار.